اهلا بكم من جديد. لسه الحصار مستمر لمدينه الانتاج الاعلامي وضيفي الاستاذ عصام الاسلامبولي، لكن خلونا نشوف مراسلنا طارق احمد الاول. طارق، الوضع عندك ايه دلوقتي؟ نعم، على ما يبدو ان هناك استمرار للاعتصام، وفيما يبدو ايضا ان المعتصمون سيكملون اعتصامهم الى الغد والى ما بعد الغد. هناك بعض يعني عملوا خيم يا طارق ولا ايه؟ لا، ما أراه هناك بعض الأشجار التي أوقدوا بها نيران على ما يبدو للتدفئة. أيضا هناك البعض الذي يتحدث عن نيتهم في استمرار الاعتصام وحصار مدينة الانتاج الإعلامي، لكن ليست هناك يعني ما يشير إلى متى سيستمر هذا الاعتصام. طبعا بنوا حمامات. طب يا طارق، مهم قوي موضوع الحمامات ده، في الحمامات اتبنت ولا لسه؟ ربما يكون قد بدأوا فيها لكني لم أرى ذلك بالعين يعني. لكن على ما على حسب تصريحاتهم وعلى حسب الأقوال التي نسمعها أن هناك استمرار لعملية الحصار واستمرار للاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي. طيب، بشكرك طارق أحمد. ومعي على الهاتف السيد نقيب الصحفيين الأستاذ ضياء رشوان. مساء الخير يا أستاذ ضياء. مساء الخير استاذ لميس، واهلا بالساده المشاهدين جميعا. اهلا بيكم معايا الاستاذ عصام الاسلامبولي. ضياء يا سياده النقيب، مبروك يا عيني من ساعه ما جه والكوارث. مش عارفين نشوفك ولا نقول لك مبروك. ضياء، منعت النهارده من دخول المدينه يا ضياء ولا حصل ايه؟ نعم يا لميس، انا الحقيقه كنت المفروض ادخل المدينه، جيت يعني قبل موعدي بحوالي ساعه، وبدات يعني تجيني المعلومات من جوه المدينه من زملائنا بالداخل ان باب 2 اتقفل، ثم 4، ثم 6، ثم 8 وتسعة باب نوبونتيك، فما بقاش غير باب واحد وباب ماجيك لاند مدينه الملاهي. فتوجهت اليه وجدت هناك مجموعه موجوده، عربيات واقفه، حوالي يعني بضع عشرات واقفين، بعضهم بلحيه وبعضهم ما اظنش ان هو متدين اصلا، ومعهم مشوم ومعهم يعني بعض الاسلحه البيضاء موجوده، في سواء مختبئه في ملابسهم او بارزه طبعا باينه او في العربيات المركونه. وتعرفوا عليا، بعضهم ابتدوا يعني يتكلموا ان الاعلام والصحافه بيظلموا رئيس الجمهوريه وما وقفوش جنب الناس اللي اصيبت واللي حصل في المقطم وخاصه الصحفيين. وطبعا انا تاكدت في هذه الساعه لانه هناك تحريض من اطراف يعني تحرض مثل هؤلاء الشباب بدون ما يعرف اي حاجه، لان انا وقفت ورحت مكلمهم وقلت لهم اللي انا شخصيا واجبي املاه عليا يوم الجمعه الماضي من اول الساعه 7:30 لما عرفت خبر اصابه زملائنا من الحريه والعداله وهم غير نقابيين، لكن تصرفت وكانهم نقابيين بدءا من الادانه وابلاغ النائب العام على الهواء، انتهاءا بزياره واحد فيهم اللي احتجز في المستشفى الساعه 1 مساء. وانا كنت الوحيد اللي زاره في هذا اليوم، ولم يزور اي مسؤول لا من حزبه ولا من صحيفته الا اليوم التالي. وبالرغم من كده فضلوا يعني يتكلموا على الصحافه والاعلام ومنعوني بالقوه من دخول مدينه الانتاج. طيب انت يعني تقييمك ايه لهذا الحصار وما قاله الدكتور مرسي متزامنا، وهو عارف ان في حصار، متزامنا في الكلام عن 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 الاعلام والمؤامرات والاعلاميين اللي بيتاجروا والكاميرات الهدامه وما الى ذلك؟ شوف يا رمز، انا هقول لك امرين، امر يتعلق بتحليل ما قاله الرئيس وامر ثاني يعني خبر. هبدا بالتحليل. السيد رئيس الجمهوريه يعلم جيدا ان الاعلام بيقوم باحد امرين، اما ان هو بيكذب ويسب ويقذف، وبالتالي ليس سوى القانون مجالا، والاستاذ عصام الاسلامبولي فقيه قانون كبير ويعلم هذا، ان الطرق القانونيه لاخذ الحق من اعلام يعني يسب ويقذف كثيره في القانون المصري، وبتصل الى الحبس والغرامات المغلظه. او ان الاعلام يختلف معك في الراي ولكنه لا يسبك. وبالتالي ليس امامك الا احد طريقين، اما ان تنشئ اعلامك وهو موجود ويرد على هذا الاعلام، او تحسن سياساتك فما يقدرش هذا الاعلام ينتقدك. اللي حادث النهارده انه لا احد يحدثنا عن ان الاعلام يسب ويقذف. كل ما يحدث انه بيحدثون عن ان الاعلام بيتجاوز كلمات مطاطه لا معنى لها، لا تعكس سوى ان الاعلام مختلف مع ما تقوم به الدوله من سياسات، وهذا مش حق الاعلام، ده وجهه. لابد الاعلام يقوم. فانا بسال بشكل مباشر، اذا كان السيد رئيس الجمهوريه في خطابه يرى ان الاعلام قد سلك سلوكا غير قانونيا فليس امامه الا الطريق القانوني. اما التلويح باجراءات استثنائيه التي لوح بها السيد رئيس الجمهوريه، انا بقول للسيد الرئيس الاجراءات الاستثنائيه هي نهايه النظم. وما يحدث اليوم امام مدينه الانتاج الاعلامي تعلمنا في التاريخ السياسي وفي النظم السياسيه ان دي ايضا نهايه النظم. وبالتالي انا بقول للسيد الرئيس يعني خلي بالك، خلي بالك سياده الرئيس،
ناصحوك ينصحونك باشياء تودي بالحكومات والنظم. واللي بيحصل النهارده هؤلاء ليسوا محبون، هؤلاء كارهون لك. اللي بيعملوا ده قدام الانتاج الاعلامي على مرأى ومشهد من عشرات الملايين من المشاهدين دلوقتي سواء في مصر او داخلها لن يجعلوا الاعلام المصري سواء صحافه او اعلام يتوقف. نعم. محدش بيخاف ولا حد هيخاف بالمناسبه. ولو ما طلعناش على الشاشه هنطلع في الانترنت، ولو ما طلعناش في الانترنت هنطلع في الجرايد، ولو ما طلعناش في الجرايد عايزين يستوعبوا الف انا الخبر يا لميس بقى عشان يعني اخلي ذمتي. انا الساعه 10:10 بالظبط يعني من حوالي ساعه الا ربع اتصلت بالدكتوره باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهوريه وزميله في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، وهذه اول مره اتصل بيها بعد وصولها يعني وجودها في القصر الجمهوري، وكانت حنقتني من كام يوم على برساله فابلغتها بالتفصيل ما يجري امام مدينه الانتاج الاعلامي. هي ما تعرفش ولا هي يا ضياء؟ الدكتوره لميس يعني ما فهمت منها انها كانت تفهم ان الشرطه موجوده، فابلغتها بدقه انه لا يوجد فرد شرطه واحد سواء امام باب اثنين او اربعه او سته طيب او ثمانيه. انت طيب يا سياده النقيب، في حاجه يا استاذ عصام اسمها اخلاق الذمه. انت طيب يا سياده النقيب، في حاجه اسمها اخلاق الذمه. وقالت لك ايه الدكتوره باكينام؟ انا طلبت من الدكتوره باكينام بشكل رسمي وباعتباري ممثل للصحفيين المصريين ابلاغ السيد رئيس الجمهوريه بما يحدث، وانه السيد رئيس الجمهوريه هو صاحب القرار الوحيد الان فيما يجري. ما هو عارف. طيب احنا يعني بلغه القانون طيب. احنا كده بنبعت يعني علم زي ما بيقولوا يعني بعلم الوصول، علم الوصول. بس سيد رئيس الجمهوريه انا بقول لك من الساعه 10:10 الدكتوره باكينام اهو بقى له 45 دقيقه عارف عندها علم بما بلغت ليها شخصيا وابلغتها كاستاذ علوم سياسيه للمعاني التي يحملها هذا المشهد. شكرا الاستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين. لازم اسالك على قضيه، ودي القضيه الاساسيه اللي كنا هنناقشها. الان اصبح لدينا جمعيه وجماعه وحزب، ايه قصه جمعيه الاخوان المسلمين دي؟ هل ده معناه ان الجماعه فعلا قننت اوضاعها؟ عايز احييك على هذه القراءه الثاقبه، لانه في بعض القراءه الشريره. لا ده في بعض منهم دخل عليه التباس ان ده معناها خلاص. لا الحقيقه لا، الحقيقه هي المشكله بتبدا من سنه 28. في لما انشئت الجماعه سنه 28 كان هناك نص دستوري في قانون 23 بيطيح وبيعطي الحق لكل حد ان يكون جمعيه وما احلش القانون. في سنه 45 49 صدر 45 صدر اول قانون عشان ينظم مساله الجمعيات، وحاولوا هم يوفقوا اوضاعهم في هذه الفتره. واستمر الوضع الى ان وقعت احداث العنف التي لصقت بهم، وهم فعلا كانوا مشاركين فيها او على الاقل هم الفاعلين الاساسيين فيها. حادث مقتل امين عثمان، احمد ماهر اللي هو سمير اللي هو سي اللي هو زكي سليم، ثم مقتل النقراشي. وهنا بدا النقراشي قبل اغتياله بشهور بسيطة لما وجد أعمال العنف دي، بالإضافة لأحداث أخرى زي مثلا حادث سيارة الجيب وحادث حرق مع محكمة استئناف مصر، فقرر أن يحل الجماعة. فخد قرار بحل الجماعة على أسره تم اغتيال النقراشي. يبقى حلت الجماعة أولا قبل اغتيال النقراشي. ده كان سنة تسعة واربعين. النقراشي ده كان أول حل للجماعة. أول حل للجماعة. فالنقراشي اغتيل بالظبط في 28 ديسمبر 49. بعدها بشهرين يعني بالظبط في 12 فبراير 50 تم الرد على اغتيال النقراشي باغتيال حسن البنا. ما بين الفترتين، ما بين الفتره دي والفتره دي، تم رفع دعوتين، لانه كان صدر النقراشي كان اصدر قرارين، قرار بحل الجماعه ثم تلا بعد هذا القرار بمصادره اموال الجماعه واحالتها الى وزاره الشؤون الاجتماعيه. فترتب على هذا انه طعن على 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 هذه القرارات او على هذين القرارين الامين العام للجماعه ساعتها كان ما يسمى عبد الحكيم عبدين، وده له قصص بقى مشينه في الاخلاقيات وبتاع بعدين نبقى نتكلم فيها. ونظرت الدعوة وفصل فيها في الدعوتين، واحدة فصل فيها في 17/9/51 كان برئاسة مستشار اسمه سامي مازن في محكمة القضاء الإداري، والتانية فصل فيها في 26/6 أو في 30/6/52 قبل قيام الثورة بيعني حوالي 3 أسابيع. الأولى كانت على قرار الحل والتانية كانت على
مسألة المصادرة، وقالوا إن قرار الحل لو إن بعض الأخطاء الأفراد أخطاء ولكن ده لو يجيز القرار الحل. المهم ألغى القرارين، قرار الحل وقرار المصادرة. تمام. وعادت الجماعة تعمل. أما قامت ثورة 52 الجماعة قالوا إن إحنا بنساندنا الثورة والآخر، وحدث خلاف بينهم وبين جمال عبد الناصر. قبل ما يحصل الخلاف، وهقول لحضرتك الخلاف حصل ليه، قبل ما يحصل الخلاف كان صدر قرار مسقط الثورة بحل الأحزاب السياسية، والقرار صدر بحل الأحزاب السياسية واستثنى الإخوان باعتبارها مش حزب سياسي ولكنها جماعة. فهم تخيلوا إنه طالما الأحزاب اتصفت فهم الموجودين بقى على الساحة فيركبوا زي ما حصل في 25 يناير. فقالوا أعطوا شروط لعبد الناصر، إحنا اللي تيجي تصدر قرار تستشيرنا، تيجي تصدر قانون يعدي علينا. قال لهم لا، وأنتوا كان عبد الناصر وده كان أنتوا شركاء في الثورة ولا أوصياء عليها، أنا ما عنديش الكلام ده. بدأ الصدام يقع هنا وبدأ يحصل انشقاقات داخل جماعة الإخوان. استقال الباقوري لنعين وزير الأوقاف، واستقال سيد سابق، واستقال عبد العزيز كامل، واستقال أسماء كثيرة ذات قيمة، وبدأ يحصل خلاف داخل الجماعة. في 54 في 24 يناير قبل محاولة الاغتيال، لا الاغتيال حصل في اكتوبر، انا بتكلم او محاولة الاغتيال حصلت في اكتوبر، انا بتكلم في 24 يناير وجدوا ان الاخوان بيقوموا بافعال عنف ويخلق نوع من عدم الاستقرار، وكان محمد نجيب هو القائد العام للقوات المسلحه وكان رئيس مجلس قياده الثوره، فاصدر قرار مجلس قياده الثوره بتوقيع محمد نجيب في 14 يناير 52 بحل جماعه الاخوان المسلمين. وبدا الصراع يتاجج بقى الى ان تم محاوله اغتيال عبد الناصر، محاوله اغتيال في منشيه بعدها بشهرين في 14 12 في 52 صدر قرار بمصادره الاموال. يعني بقى عندك كان القرارين اللي كان تم الغاهم ودخلوا السجون في ظل القضيه الشهيره اللي هي اغتيال عبد الناصر، وتمت المحاكمات وصدرت احكام ضدهم. بعدها صدر دستور 56 فتضمن ماده، فيه ماده 191 بان القرارات التي صدرت من مجلس قياده الثوره قرارات سياديه لا يجوز الطعن عليها وانها محصنه. اتقفل الباب على الجانب القانوني، انتهى الجانب القانوني واعدمت الشخصيه الاعتباريه تماما لجماعه الاخوان المسلمين. في سنه 77 بقى بعد ما جاء السادات وعقد صفقه مع عمر التلمساني وبعض الجامعات عشان يصفي التيارات اليساريه الناصريه والمركزيه في الجامعه، جاء عمر التلمساني في سنه 77 وتقدم بدعوى واعطى لنفسه صفه ما هيش له، بيقول ان هو اقدم الاعضاء مكتب الارشاد وهو الذي ينبغي ان يمثل الجماعه، والجماعه كانت شخصيتها انتهت. ورفع دعوى في سنه 77 واثناء نظر الدعوى توفى، فتدخل انضماميا حتى يعني الاخ القانوني بشر الدعوى مش فاهم هل درس حقوق ولا لا، دخل انضماميا لشخص متوفي. انضماميا اللي هو كان مين بقى؟ ابو محمد حامد ابو النصر اللي هو المرشد اللي بعد عمر، المرشد الرابع اللي هو بعد عمر التلمساني، لان الاول البنا والثاني كان الهضيبي والثالث التلمساني الرابع ثم حامد ابو النصر. فتدخل انضماميا، ثم تدخل ايضا احد اعضاء الجماعه استاذ في القانون الجنائي في هذه الفتره كان عضو الجماعه اسمه دكتور توفيق الشاوي. وفضلت دعوه مستمره من 77 الى ان فصل فيها سنه 92، وفصل فيها بعدم قبول الدعوه تأسيسا على حاجتين، إن الجماعة الشخصية القانونية بتاعتها انتهت، وإن القرار وإن إدارة الشؤون الاجتماعية مش ملزمة إنها تمكن الجماعة من العمل السياسي، وإن دستور 56 حصن القرارات وبالتالي لا يوجد قرار يمكن الطعن عليه فقضت بعدم القبول. أنا هقف هنا وهنا هبدأ مؤامرة جديدة لازم 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 الناس تعرفها. طيب بعد صدور الحكم ونخرج فاصل، وبعد الفاصل هنواصل هذا الحوار الشيق جدا مع الأستاذ عصام الإسلامبولي اللي يكمل لنا قصة القضية اللي هي بتاعت سنة 77 دي، إزاي وصلنا إلى الآن أنه في تقرير مفوضين عنها في سنة 2013، والمفروض ان في قد يحكم فيها يوم الثلاثاء. لا لا لسه ما حدش جلس. طيب لكن وازاي حاولت الجماعه ان تسبق ذلك بانشاء واشهار جمعيه؟ هل اشهار الجمعيه ده قانوني
وهنشوف تفاصيل بعد هذه القصة. المهم هو الخبر اللي عندنا ان احنا عندنا ثلاثة جمعية وجماعة وعندنا حزب كمان، واحتمال يكون عندنا حاجات تانية احنا ما نعرفهاش. انا بس عايزة ادقق، الامن يا جماعة موجود ولكن داخل البوابات زي ما انا قلت لكم، الامن موجود داخل البوابات. يمكن في بوابات ما عليهاش امن، يعني في مثلا بوابات المتطرفة مش موجود عليها امن، لكن كل البوابات الرئيسية موجود عليها الامن داخل البوابات مش خارجها. احنا كنا نتمنى الامن ان هو يسد الطريق او الشوارع الصغيرة دي منذ البداية كي يأمنوا حتى البوابات عشان الناس تدخل وتخرج براحتها. يعني فكرة تأمين المدينة هي ان انا مش أمنها من الداخل، دايما التأمين بيكون تأمين هجومي مش تأمين دفاعي او هكذا علمنا اساتذتنا يعني اللواءات الكبار اللي كانوا بنتعلم منه ونتفرج على استراتيجية الحرب. انت بتأمن مش دفاعي، انت بتأمن هجومي، يعني بتأمن من الاول علشان ما يخشش عليك. لكن طول ما انت مأمن دفاعي، طول ما انت عرضة للهجوم، طول ما انت عرضة، صح ولا لا؟ صح. اي حد درس عسكرية، انا ما درستش عسكرية بس يعني اعرف الكلام ده. يعني نخرج فاصل وبعد الفاصل. انا اشك انك ما درستيش. ليه بس؟ هيحطولي خلاص هنا في نسر، هو النسر في قلبي الحقيقة. فاصل ونرجع.